للمزيد من المتابعة ينضم إلينا ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك. ياسر، بعد التحية، إذن ما هي أصداء هذا المؤتمر للحزب الديمقراطي حتى الآن ومتابعة ليومه الرابع والأخير؟ خالص التحية لك كريم وللسادة المشاهدين. اليوم هو اليوم الختامي أو اليوم الرابع من هذا المؤتمر الديمقراطي، هذا المؤتمر الذي يعقد كل 4 سنوات. الأصداء كبيرة، لا تخلو صحيفة، لا يخلو أي خبر عن هذه الأيام الثلاث، بل هذا اليوم الرابع الذي سوف تقلد فيه كاميلا هاريس عن الحزب الديمقراطي وتقبل الترشح بعد أن اختارها الحزب الديمقراطي لتنافس في الانتخابات الأمريكية. اليوم هو يوم كبير كريم، ليس فقط للحزب الديمقراطي ولكن لكاميلا هاريس نفسها، والتي تحدثت الأخبار أنها قد استعدت كثيرا من خلال الكلمة التي سوف تلقيها والتي سوف تتحدث، كما قالت بعض وكالات الأنباء، عن طفولتها وتاريخها السياسي وكيف أنها جاءت من أبوين، والدها من جامايكا وأمها من الهند، وجاءت من يعني جذور ليست من الطبقة الغنية، ولكن بكفاحها وصلت إلى ما وصلت إليه. عنوان اليوم كريم كما قالت وسائل الإعلام: من أجل مستقبلنا. كان هناك عناوين في الأيام الثلاث الماضية، منها نقاتل من أجل حريتنا، وكذلك التأكيد على قضايا حقوق الإنسان والمساواة العرقية. أما اليوم هو يوم مختلف تماما، يوم ختامي للأيام الثلاث التي لم تخلو من التصيد لدونالد ترامب ومحاولة تصديره بأنه هو الشيطان الذي يكتم على صدر الولايات المتحدة الأمريكية، وأن كاميلا هاريس هي السبيل للخروج من أزمة الولايات المتحدة من خلال الاقتصاد المتردي والذي يشتكي منه المواطن الأمريكي. هناك متحدثين كثر كريم، منهم على سبيل المثال النائب الجمهوري السابق في إلينوي آدم كيزينجر، وكذلك سيناتور كاليفورنيا أليكس باديلا، وكذلك سيناتور ماساتشوستس إليزابيث وارن، ووزير الدفاع السابق ليون بانيتا، وأيضا نائب فلوريدا ماكسويل فروسيت، وآخرين سوف يتحدثون. وتأتي الكلمة الختامية لكاميلا هاريس في حدود الساعة 10 مساء، وهي فترة الذروة، ليستمع لها ليس فقط الحزب الديمقراطي ولكن ليستمع لها العالم أجمع، كيف أن هذه السيدة سوف تستطيع أن توحد الأمريكيين، كيف ستكتب تاريخا إذا ما فازت في هذه الانتخابات، سوف تسطر تاريخا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية. يعني كريم، قبل أنها بالفعل نقطة توحيد الأمريكيين ياسر، ربما هناك أمال تعول عليها بأنها توحد الحزب الديمقراطي، لأنه كانت هناك ربما اختلافات في الرأي بين أعضاء من الحزب الديمقراطي حول استمرارية جو بايدن في هذا السباق الرئاسي. هل بالفعل وسائل الإعلام ويعني الأعضاء من الحزب الديمقراطي في وسائل الإعلام يشيرون إلى هذه النقطة بأن كاميلا هاريس ربما توحد آراء الديمقراطيين قبل توحيد أصوات الأمريكيين؟ بالفعل كريم، ليست هذه النقطة فقط في الاختلاف ما بين الديمقراطيين حول مسألة جو بايدن وانسحابه، ولكن الأهم في ذلك اختلاف الديمقراطيين أيضا في المسألة الأهم، وهي الحرب في غزة. اليوم كان هناك اختلاف ما بين، والأمس أيضا، بعض النواب الديمقراطيين كانوا معترضون على فكرة أنهم لم يقوموا بالتحدث خلال الأيام الأربع، ومنهم من كان معترضا على الإدارة الأمريكية بأنها، وعقدوا بالأمس بالمناسبة مؤتمرا صحفيا خارج قاعة الاجتماع، بأنهم معترضون على أن الإدارة الأمريكية تساعد
الحرب في غزة، بل أنها تعطيهم من الأسلحة والأموال إلى إسرائيل، ولا تستطيع حتى هذه اللحظة أن توقف هذه الحرب الشعواء. قال النائبون يعني في خارج قاعة المؤتمر بأنهم لم يأتوا لتفتيت أصوات الديمقراطيين، ولكنهم فقط يعبرون عن رأيهم بأن كاميلا هاريس لابد وأن يعني تأخذ من الأهمية بمكان موقفها الصامد في مسألة وقف هذه الحرب. على أي حال، هي بالفعل هي الآن يتفق عليها غالبية الديمقراطيين، بل لنقل أن الديمقراطيين جميعهم يعني يرون أن هذه السيدة هي الملاذ الوحيد، حيث أنها لم يكن هناك من الأسماء المطروحة من ينافس كاميلا هاريس في الشعبية. كاميلا هاريس كريم أخذت شعبيتها أو جزء كبير منها من خلال نشأتها ومن خلال اختيارها كنائبة للرئيس جو بايدن. يعني وصفها أو حاول كل من باراك أوباما وبيل كلينتون ونجحوا في ذلك بالأمس وقبل الأمس في تصوير أنها بالفعل هي السيدة الأقدر لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. حتى التهكم الذي كان ترامب يتحدث عن هاريس بأنها تضحك كثيرا وساخرة من ذلك، قال بيل كلينتون أنها سوف تكون رئيسة البهجة والسعادة للأمريكيين. نعم. حاول باراك أوباما وبيل كلينتون بالفعل مهدا الطريق لكاميلا هاريس قبل خطابها الليلة، وبالتحديد باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما اللذين أشعلا ربما المؤتمر بالأمس. هل ربما نرى في خطاب كاميلا هاريس وبحسب ما أشارت وسائل الإعلام الأمريكية نقاط ربما تكون مفاجئة بالنسبة للحضور وللمستمعين، خاصة وأن وسائل الإعلام الأمريكية أصرت على تحديد نقطة وهي أن هاريس تدربت كثيرا من أجل هذا الخطاب مع مستشاريها ومع أعضاء من الحزب الديمقراطي، وهو بطبيعة الحال أمر ليس بغريب، لأن بالتأكيد أي سياسي يريد أن ينافس في السباق الرئاسي أو على أي منصب يتدرب كثيرا في مثل هذه الأوقات، أليس كذلك؟ هو بالفعل 100% كريم. كاميلا هاريس حتى للمواطن العادي حتى الآن لا يشعرون بأنها هي الرئيسة القادمة، بمعنى سلوكيات الرئيس تكون عادة مختلفة. بعض الشيء نجد باراك أوباما على سبيل المثال رجل رزين، يعني يختار الكلمات بعناية، بيل كلينتون كذلك، حتى جو بايدن على الرغم من كل المآخذ عليه إلا أنه بالفعل له من الرزانة ولا يستخدم يعني الفكاهة إلا في مناطق معينة. لكن كاميلا هاريس ما زالت حتى هذه اللحظة ما زالت لا ترتقي إلى سلوك الرؤساء، ولكن هذا ما جعل وسائل الإعلام بالفعل تقول بأن هذا الخطاب هام لها لإقناع الناخبين وإقناع الجميع بأنها يعني القادمة للبيت الأبيض. وبالفعل كما تفضلت كريم، باراك أوباما وميشيل أوباما وبيل كلينتون مهدوا جميعا لها، حتى نانسي بلوسي هي الأخرى كانت تعترض عليها في السابق عندما كانت نائبة للرئيس جو بايدن، ولكن في كلمتها أيضا بالأمس مدحتها كثيرا وتحدثت بأنها هي يعني الثاقبة ومجتهدة في عملها، وأنها بالفعل نجحت مع جو بايدن في العديد من القضايا والبنية التحتية والمسائل التي تهم المواطن الأمريكي. لنقل كريم بأنها فرصة كاميلا هاريس اليوم قد مهدت بالفعل، سوف أستعير كلمتك، ليس فقط من هؤلاء ولكن من كل المتحدثين حتى جو بايدن من اليوم الأول والذي أثنى عليها جميعا. لم يتبقى لها الكثير إلا فقط أن يعني تسير خلف مستشاريها وتتحدث في النقاط الهامة التي طالما تحدثت عنها من خلال دغدغة مشاعر الناخبين
في القضايا التي تهمهم، تهمهم أن يأمنوا أو يعني تستقر نفوسهم على استقرار الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تسمح لدونالد ترامب بأن يكون رئيسا. يهمهم من القضايا الاقتصاد، يهمهم من القضايا المساواة العرقية، وهذا ما ظهر على طول فترات أو أيام هذا المؤتمر، ليأتي أقل من 70 يوما حتى 5 نوفمبر لتذهب هذه السيدة سريعا. نعم. هذه السيدة كما وصفتها بعض وسائل الإعلام كريم هي محظوظة للغاية، ولكنها تستثمر كل فرصة للتقدم خطوة بخطوة. نعم، ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، شكرا جزيلا لك.